بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار الرياضية. إذا سافرت بعثة المنتخب الوطني الجزائري إلى بوتسوانا من أجل خوض غمار المباراة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021. البعثة خلت من اللاعب الجزائري رياض محرز والذي تعذر عليه السفر لأسباب شخصية كما قال الناخب الوطني جمال بلماضي، ويبدو أن المدرب جمال بلماضي قد وقف على بديل اللاعب رياض محرز في مباراة بوتسوانا، ويتعلق الأمر باللاعب أندي ديلور، بحيث يعتبر اللاعب إضافة كبيرة للمنتخب الوطني الجزائري، بحيث يوجد في فورما جد عالية، ساهم في فوز ناديه مونبولي في العديد من المباريات، يقدم أداء جد رائع. إذا أعتقد صراحة بأن اللاعب أندي ديلور سوف يكون متواجد في التشكيلة الأساسية في مكان اللاعب رياض محرز. إذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في هذه الخرجة، نتمنى الفوز من أجل التصدر بطبيعة الحال. إذن أعزائي المشاهدين أشكركم جزيل الشكر للمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.